السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم اخباركم؟ اليوم حبيت اتفنن واصيلكم اكله جديده بالسمك، هي تبسي. عندي سمكه تقريبا كيلو ربع الى كيلو ونص، نظفتها فتحتها من البطن، طبعا يكون فتح ماله، ننظفها ونغسلها. حضرناها بهالشكل هذا. عندي بوتيتا شرحات، طبعا مثل ما تحبون تقطعوها، طماطه والبصل، سنين ثوم حسب ما تحبون الثوم، يعني اللي يحب يكثر او قليل، انا ما احب الثوم كثير فخليته سنين ثوم، والملح وعصرة ليمون. والبهار هي عبارة عن ليمون دوزي وبهار سبع بهار وفلفل اسود فلفل احمر اللي بيه اسمه بابريكا والكمون. هسه اول شي ان شاء الله راح نبدي بسم الله نملح. اول منقطع السمكة بهالشكل هذا من الجهتين حتى يدخل الملح ان شاء الله. نملح السمكة من الجهتين من الداخل، نخليها بالشكل اللي نحبه. راح نبدي نحشيها ان شاء الله. نحط قطع من البوتيتا، بطاطا، شوية من الطماطة، شوية من البصل، عندنا البهار نخلطها. ندخل شوية داخل السمكة. نحاول ندخل البهار نخلي قطعة من الثوم تنطيها نكهة كلش طيبة. هسه نصفط البطاطا مثل ما نحب، طبعا كل من وذوقه. نخلي البوتيتا شويه ملح، نخلي له شويه كمون، نعطيها نكهة كلش طيبة. هسه نصفط الطماطة والبصل وارجع لكم ان شاء الله. وهسه بعد ما صارت بهالشكل هذا رتبناها، نضيف الليمون على السمك. وندخل الفرن وبعد ما تستوي ان شاء الله نشوفكم اياها. ناخذ قطعة من السيليفون ونلف الثلج قبل ما ندخلها الفرن حبايبي، انا مو ظبان يعني السوى مالتها. هاي السمجة بعد ما استوت طلعناها من الفرن بهالشكل، زيناها شلون تحبون تزينوها. وهاي سفرتنا، سفرتكم ألف عافية عليكم. أتمنى تجربوها وإن شاء الله تعجبكم يا ربي، كلش طيبة مفيدة للأطفال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.